برضو التعرض للحروق، يعني ممكن حاجه نار او حاجه سخنه الحروق ممكن تشوه الظفر، دي برضو اصابه ميكانيكيه. تمام. بعد كده الاصابات المرضيه دي زي مثلا ايه حضرتك الحاجات الشهيره قوي، الفطريات، سيدات البيوت اللي دايما بيغسلوا ايديهم في المطبخ وفي الغسيل كده، تلاقي لون اصفر مخضر كده يكون في الضفر. ده اللي هي بنسميها تينيا الاظافر، تينيا او الاصابات الفطريه، ده فطر طبعا نتيجه ان بنحط ايدينا في الميه والصابون كتير. الضفر نفسه بيستهلك، بيتهري يعني باللغه البلدي، بيتهري. طب ده وده حلها ايه؟ قبل ما كمل حل ايه اللي بيحصل؟ الفطر بيخش جوه وينمو، يعمل الاصابه اللي هي اللون الاخضر اللي بيشوه الاظافر، ويعمل التهاب في الجلد حوالين الاظافر. والالتهاب ده بيغمق بقى بعد كده، يعني اللون الاخضر غامق بقى وبيشوه الضفر. نعمل ايه؟ الناس تلبس جوانتي. الجوانتي بتاع الاطباق اللي بنفس اللي بيبقى ده حاجه سهله قوي، احمي نفسي من الامراض. تمام. فدي الاصابه. هو الحاجات الميه والصابونه والغسيل الاطباق والحاجات دي يا فندم، كمان غير الضوافر ان هو بيبوظ الايد نفسها. ايوه، بيعمل اكزيما. ده مرض اسمه مرض ست البيت. لان الصابون ده بيبقى صعب، مش زي صابون نغسل بيه ايدينا. هو الصابون ده كده جلسه حاميه جدا، بيبقى صعب جدا على الايدين. ده بتعمل اكزيما، ده مشكله. يعني سيدات كتير بيقولوا مش هزار، يعني حكايه التهاب وهرش وتقرح في الجلد ومشكله، ده بتعمل اكزيما مزمنه. ومش كل الستات بتاخد بالها ان هي بعد ما تغسل المواعين تحط كريم يعني، بس لا مش بس، او تنشف، او تنشف ايديها ما تسيبهاش مبلوله. كل دي حاجات بتبهدل الجلد. طيب دي طب ايه تاني يا فندم؟ اصابات مرضيه.